السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلة الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: قرص ب 15 قرش سيجعلك تغط في نوم عميق، هتنام بالعافية. أيضا تحتوي هذه الحلقة على سكتش كوميدي بعنوان الصيدلي المتسول. نبتدي بالنوم. أنا كنت رفعت حلقة عن مكمل غذائي للمغنيسيوم، إبي ماج فوار يحتوي على المغنيسيوم سيتريت 2 جرام وتم، تمام؟ طبعا لمن لا يعلم، المغنيسيوم كمكمل غذائي لو نقص في الجسم بيحدث تشنج في العضلات، بيحدث تشنج في العضلات. إذن لما هاخد مغنيسيوم بيحدث انبساط في العضلات وبتخلد للنوم، عشان لو حدث تشنج بيحدث أرق. فإذن أنا أبتدي بالتدريج أوفر ليك مكمل غذائي غني بالمغنيسيوم. طبعا في مغنيسيوم بلس، لكن مغنيسيوم بلس غير متواجد بسوق الدواء المصري حاليا، مفيش قرص. وإيه كمان؟ تركيزه 400 مللي جرام. وايه كمان؟ المغنيسيوم اللي فيه مغنيسيوم اوكسيد صعب الامتصاص، تمام؟ يبقى في المفضله المغنيسيوم سيتريت افضل، وتركيزه 2 جرام وتمن افضل في صوره كيس فوار سريع الامتصاص. ما انا النهارده الاشكال الدوائيه دي ممكن تبقى قرص، ممكن تبقى كبسوله، ممكن تبقى حقنه، ممكن تبقى البوس، ممكن تبقى اي حاجه، اهم حاجه انت خدت الحاجه اللي انت محتاجها. طيب كملت انا المغنيسيوم ما حصلش نوم، عملت حلقه عن عشبه الناردين الفاليريانا اوفيشيناليز، وهذه العشبه تدرس في جميع كليات الصيدله في ماده الكوجنوسي، بتدرس، مش انا جايب لك حاجه عطاره كده وخلاص، لا. الناس قالت العشبه مش موجوده، جبت لحضرتك كبسوله اسمها دورميفال كبسول فيها عشبه الناردين وفيها الهيومولاس ليوبولاس، عشبتين بتاخد اتنين قبل النوم ولا يحدث منها ادكشن او ادمان او تعود، تمام؟ طب الناس قال لك لا العشبه ما نايمتنيش. عامه ادويه الارق يا بيكتبها دكتور بطن عامه يا دكتور نفسيه وعصبيه، وده التخصص، ولا تصف هذه الادويه الا بارشاد ومتابعه الساده الاطباء، تمام؟ تاني، لا توصف أدوية الأرق إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء، لكن إحنا بنعرض ونعرف السادة الأطباء بالأدوية الموجودة في سوق الدواء المصري. يعني مثلا في أدوية حساسية، أدوية حساسية بتسبب النوم زي الأنالارج، قرص ب 15 قرش، وده عنوان الفيديو، أنالارج ناس بتاخده للحساسية بينام مثلا، أو في ناس بتاخد حقنة أفيل للحساسية، حقنة أفيل للحساسية بتعمل انبساط في العضلات، بتعمل نوم، أدوية الحساسية برضه، تمام؟ يبقى أنا لارج وأفيل. إيه تاني؟ لما يكون حد عنده سبازم أو شد عضلي أو عنده مثلا زلاق غضروفي، طبيب العظام بيكتب له باسط للعضلات ومضاد للالتهاب زي السردالود 2 مللي و4 مللي. الاتنين دول المرضى لما بياخدوهم بيناموا على طول، تمام؟ ولكن لا توصف هذه الأدوية إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء، تمام؟ أيضا أطباء البطنة والاكتئاب، أيضا أطباء الاكتئاب النفسية والعصبية بيكتبوا تريتيكو 50، تريتيكو 50 في منه 50 تركيز 50 وفي منه تركيز 100، القرص ده ب 29 قرش ايضا قبل النوم بساعة بينيم الناس. ايه تاني؟ النايت كالم، النايت كالم 1 مللي و3 مللي ايضا بيتاخد، لكن النايت كالم بيسبب تعود ويسبب ادمان ولا يؤخذ الا بارشاد متابعة السادة الاطباء. بعد كده مريض الارق هيبتدي الدكتور يكتب له ادوية الجدول، ادوية الجدول، وهذا الكلام معلن وموجود في كل المواقع، مواش سر،
ولكن نعرف السادة الأطباء بالخيارات الموجودة في سوق الدواء المصري. هذا ما يخص النوم أو حتنام بالعافية. السكتش الكوميدي بقى بتاع صيدلي متسول. هو النهاردة لما صيدلي واحد يسأله إيه رأيك في الإبيماج وما يكونش عنده العلم الكافي ويقول ده هبل، ده هبل، هو لا يملك العلم إن هو يعرف إن المغنيسيوم لما يكون ناقص بيحدث تشنج في العضلات فيحدث أرق، يبقى هو إذن يعني جاهل. تمام، أدي نقطة. الأهبل بقى، الأهبل اللي بيستغل، اللي بيستغل بساطة الناس وقلة علمها، اللي بيوصف لهم السيل تاج بذور القطونة إعلان لو راجل كل بتاع أحمد ماهر ب 150 جنيه وأحمد ماهر إعلانه الدواء بتاعه ب 900 جنيه، سيل تاج وغير سيل تاج وأنا سيليم، كل دي أرقام اللي 150 واللي 400 واللي 900. لا، أنت هتروح عند العطار وهتجيب بذور السيليوم سواء النوع الفاتح ده او النوع البني ده، هتجيب بخمسة جنيه، المنطقة كلها هتاخد بذور سيليوم. وايضا بذور سيليوم بتتحول زي الجل كده في المعدة فتسد الشهية. لا، في ناس برضو بتاخدها وشهيتها ما بتتسدش، لكن مفيش داعي ان انا ادفع 200 و150 و900 و400 وانا ممكن بخمسة جنيه اجيبها عندي في البيت واطحنها كويس واحط عليها شوية أناناس أو شوية برتقان، بقت لو راجل كل أو أنا سيليم أو سلتاج أو إلى آخره. مين الأهبل؟ أدي حاجة. الأهبل اللي لما حد آنسة أو ست عايزة تكبر صدرها يقول لها حطي كمادات الحلب على صدرك، أو تقول له عايزة أكبر أردافي يقول لها حطي على أردافك كمادات حلبة، يبقى ده ما شافش العلم اساسا، ما يعرفش حاجه. ادي حاجه. تاني حاجه، واحد يقول له انا عندي صلع، يقول له خد الامبول ده في خلايا جذعيه نباتيه وحطه على شعرك. اتحدى انسان، والفيديو هو موجود، اتحدى انسان شعره نبت، اتحداه. تمام. الهبل والعبيط اللي بيجيب الكورتيزونات يخلطها في امبول ويحقنها للناس، هذا ليس تخصص الصيدلي، وانا راجل صيدلي، انا معايا 3 مؤهلات دراسيه وكنت هاخد بكالوريوس الاسنان، بس قال لك لا هننزع منك ترخيص مزاوله المهنه بتاع صيدله. قلت لهم لا اكتفي كده. فالهبل دوت، وانا عامل فيديوهات حوالي 23 فيديو بالهبل، بالهبل اللي موجود ده، هبل موثق. ادي حاجه. الهبل والعبيط اللي بيقول للست خدي حبايه الفياجرا دي اللي في العلبه المثلثه دي، واخد بالك، عشان تقوي الرغبه، وهي كورس 60 حبايه، كورس 60 حبايه يتكلف 1200 جنيه. ممكن وممكن لا. وبوابه الاهرام الالكترونيه نشرت بحث مجموعه علماء قاموا عليه ان الموضوع ده هجس، واللي بيروج ليه عايز ينصب على الناس. ده الاهبل وده العبيط. الاهبل والعبيط اللي بيقول على الريفو ريفو. تمام. نيجي بقى موضوع الصيدلي المتسول. النهاردة المعلومة الطبية مش محتاجة ان انت تستعطف الناس، ادي حاجة. تاني حاجة، احنا بيتفرج علينا العالم، فلما تيجي تقول والنبي اهل اسوان صوتوا كتير عشان نفسي اسافر اسوان، نفسي اسافر اسوان، لا عيب، روح اسوان بفلوسك، انت مش مستني حد يصوت لك. ادي حاجة. تاني حاجة، لما الإخوة العرب والإخوة السعوديين، مملكة السعودية الشقيقة، تقول أنا لسه ما حجتش، يا رب ربنا وعدني حد يبعت لي حج، حد يبعت حج، أبوس إيديكم. لا لا، حج بفلوسك، ما يصحش كده، ما يصحش، أنت بترخص مننا. وبعدين اطلب الرزق بعفة الأنفس، لازم راسك تبقى فوق. الصيدلي ده كائن برنس متعدد المواهب يصب لديه جميع فروع الطب. ازاي انت تتسول بالمنظر ده؟ سواء تتسول ماديا ان انت تسافر اسوان، او تعمل حج شعيره من شعائر الله،
او تبيع وتشتري. النهارده لما بيجي مثلا انت بتجيب سباك بيجي لك البيت محترم رافع راسه فوق بيخلص شغله بتقبضه، لما بيجي لك واحد في الصرف الصحي يسلك لك بلاعه بيقف يعمل شغله وياخد فلوسه، اي مهني بيقف رافع راسه يخلص شغله ياخد فلوسه. لكن شغل التسول والكهن والمحن ده لا 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 لا. الصيدلي كائن شامخ، مجتمع كله كترس بيكون في احتياج اليه وانا بحتاج للمهني الاخر وهكذا. فارجوك لا تقلل من مهنة الصيدلي ولا تقلل من شأن الصيدلي، ان تبحث عن الناس وتذهب اليهم بعلب الدواء، هذا ليس به كرامة على الإطلاق. أي حد بيحتاج أي حد بيروح له ويخبط عليه، ده شيء طبيعي. فليس من أجل مجموعة مشاهدات ومجموعة دولارات تقلل من شأنك وتقلل من ذاتك بهذا الأسلوب أمام الإخوة العرب الكرام. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.